مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة. وفيها عدن الغد، مواطن يمنع وزارة التربية والتعليم في عدن من استكمال البناء. المصدر أونلاين، طرد 4 أطفال من دار الأيتام في الحديدة بحجة أنهم أصبحوا كبارا. بي بي سي. وفي الأخبار الأكثر قراءة، كندية تفوز بجائزة أفضل معلمة في العالم وقيمتها $1,000,000. أهلا بكم. احتفل اليمنيون في ظل الحرب بيوم الإعلام الوطني الذي يصادف يوم 19 من مارس من كل عام. ووفقا لموقع يمن مونيتور، فإن الإعلام اليمني يعيش وضعا متردياً بعد حالة التوظيف المختلفة له، والتي ابتعدت عن طبيعة الدور الذي ينبغي أن يقوم به. فأصبح المواطن يتعرض لنوعين مختلفين من الرسائل، موجهة بطريقة مغايرة تماما للأخرى وضمن مضمون مختلف. ويقول الموقع، تغير واقع الصحافة خلال الوضع الراهن في البلاد بسبب تقييد وكبح حرية الرأي والتعبير الذي تمارسه سلطات الأمر الواقع، فضلا عن عدم الاعتراف بالتعددية وقابلية الاختلاف. ومنذ سقوط العاصمة صنعاء بيد مسلحي الحوثي وصالح في سبتمبر 2014، فقد قتل قرابة 20 صحفيا وتعرض 42 للإخفاء القسري بحسب نقابة الصحفيين اليمنيين. إلى موقع المشاهد نت، والذي تابع إحدى المآسي التي تحدث في سجون الميليشيا المغلقة. ناشط حقوقي يتعرض لجلسات تعذيب في سجن جماعة الحوثي بذمار. قالت مصادر حقوقية إن الناشط الحقوقي إبراهيم الجحدبي المعتقل في سجن الأمن السياسي بمحافظة ذمار تعرض لجلسات تعذيب خلال التحقيق معه. يضيف الموقع، اختطف الجحدبي من منزله بمدينة ذمار بداية الشهر الفائت بتهمة تأييده للمقاومة الشعبية بمديرية عتمة التي ينتمي إليها، وهي تهمة يرفضها وينفي صلته بأي أحداث في منطقته، حيث يعمل تربويا بمدينة ذمار وناشطا شبابيا وليس له أي نشاط سياسي. وترفض جماعة الحوثي إطلاق سراحه رغم ثبوت عدم صلته بالأحداث التي جرت بعتمة، لكنها تصر على تعذيبه ليعترف بصلته بالمقاومة والتهديد بنقله إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء. الناشط السياسي سعيد المخلافي ظل 30 شهرا سجينا في أيام حكم المخلوع صالح في تعز، عانى خلالها أصناف العذاب ويتذكر الآن ما حدث معه، ويتذكر ذلك الطبيب الذي عالجه في السجن وخرج ليبحث عنه ولم يجده، وأشياء مؤلمة أخرى يتذكرها المخلافي في مقال نشره في موقع الاشتراكي نت. كنت معتقلا في سجن النيابة وسجن الفرن التابعين لما كان يسمى بجهاز الأمن الوطني بتعز. المكان الأول عبارة عن فيلا قديمة يحيطها سور حجري وفيه قبو أرضي عبارة عن بدروم منعدم التهوية، ولا تزيد مساحته عن 15 مترا مربعا، يحشر فيه أكثر من 25 سجينا. أما التسمية الأخيرة للمكان الثاني الفرن، فقد أطلقها السجناء أنفسهم على السجن، وهو بدروم يتكون من عدد كبير من الزنازين الانفرادية وصالة كبيرة ينام فيها السجناء مكومين فوق بعضهم. في هذا المكان قضيت فيه أنا 8 الأشهر الأخيرة من فترة اعتقالي التي تزيد عن 30 شهرا. وذات مرة أصبت بمغص كلوي شديد، ونتيجة إلحاح السجناء على الحراس وإدارة السجن بضرورة إسعافي، سمح نائب شاويش السجن وكان ضابطا شابا من المناطق الوسطى لطبيب كان سجينا معنا وهو من أبناء الصبيحة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج واسمه طه ثابت هواش، بكتابة العلاج المطلوب بشرط أن أوفر قيمة العلاج. وقام الطبيب بكتابة العلاج، ولأن الزيارات كانت ممنوعة علي أثناء فترة التحقيق التي دامت 8 أشهر متواصلة بما ترافق معها من تعذيب جسدي ونفسي، تطوع أحد التجار وكان سجينا أيضا بدفع قيمة العلاج واسمه محمد غالب سيف الأثوري. وعندما علم مدير الجهاز قام باستدعاء الطبيب وتهديده بقطع رأسه إن كرر كتابة علاج لسجين آخر. وللأسف بعد خروجي من السجن حاولت البحث ولعدة سنوات عن هذا الطبيب الإنسان، وعندما كدت أصل إليه علمت أنه قد رحل عن هذه الدنيا واختاره الله إلى جواره، ولا أملك إلا أن أدعو له بالرحمة والمغفرة.
موقع مأرب بريس عنوان في صفحته الرئيسية: التحالف يطالب بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة. وقال الموقع إن التحالف العربي طالب الأمم المتحدة بوضع ميناء الحديدة الاستراتيجي تحت إشرافها بعد هجوم بطائرة هيلوكوبتر على سفينة تقل لاجئين صوماليين وخلف 42 قتيلا. وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن اللاجئين كانوا قد غادروا ميناء الحديدة وفي طريقهم إلى السودان عندما فتحت الطائرة المقاتلة نيرانها يوم الجمعة. يتابع الموقع: الميناء الواقع على البحر الأحمر والقريب من مضيق باب المندب خاضع لسيطرة حركة الحوثيين اليمنية المسلحة. وإلى الاشتراك نت والذي عنون في صفحته الرئيسية: رئيس الوزراء يوقف مناقصة شراء ديزل مخالفة. وقال الموقع إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وجه بإيقاف إرساء شراء مباشر من قبل شركة نفط عدن لكمية 25 ألف طن ديزل من إحدى الشركات بالسعر 580 دولار للطن الواحد لمخالفتها نظام المناقصات. ووجه رئيس الوزراء لجنة المناقصات في المصافي بالوقوف أمام عملية الشراء والعودة إلى نظام المناقصات بحضور وزارتي الكهرباء والمالية منعاً لتكرار الخطأ وإعلان تاريخ المناقصات أولاً بأول. هل سمعتم عن وقفة احتجاجية؟ عن اعتصام؟ عن تظاهرة؟ عن فعالية مدنية ميدانية؟ عن بيان شديد اللهجة يقرأ فيسمع مباشرة؟ عن كيان يعارض سلطة صنعاء ويواجهها باحتجاج سلمي مستمر في عقر دارها منذ عامين؟ من سمع صوتاً قوياً وشجاعاً يعلو أصوات أولئك النسوة في زمن عز فيه الذكور المناضلين على هذه الشاكلة؟ هكذا بدأ سامي نعمان مقاله المنشور في موقع الموقع بوست والذي تحدث فيه عن أمهات المختطفين. حينما أستحضر تجربة عظيمة كأصحاب الخوذ البيضاء في سوريا، أعصف ذهني بحثاً عن نموذج موازٍ في اليمن بأكمله بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة هادي، فلا أجد نموذجاً بتلك الهالة المدنية والمكانة الإنسانية سوى تلك رابطة أمهات المختطفين، وإن اختلفت أدوات النضال والتضحية والهدف. هي حركة تذكرنا بذات أحلام كانت حاضرة في وعي أغلب الناس أيام ثورة الكرامة، مهما بدا للبعض أنهن مجرد نسوة يتضامن مع أنفسهن مع أقاربهن المظلومين المسجونين بمزاج ما قبل الدولة، لكنهن فعلا بقية حلم ونواة أمل يزهر مستقبلا جميلا راقيا بحجم نضالهن الفريد. فريد وعظيم، إذ كشف كثيرا عجز المدنيين الأبطال رموز الحقوق المدافعين عن الإنسان بشروط أقلها سلطة رحمة وكاميرات في المواجهة إن حسنت النوايا. مناضلات جسورات بعبايات سوداء محافظة، أغلبهن لديهن قضية إنسانية عادلة يناضلن من أجلها بجلد وصبر ونزاهة، لكنهن يفتقدن كثيرا التقدير والاهتمام الذي يستحقنه، ربما بالقدر الذي يفتقدن فيه سلطة شبه محترمة تسمع نداءهن وتتعامل مع مطالبهن حتى بدافع النخوة والقبيلة إن عدمت قيم الدولة والعدالة والإنسانية. إنهن نساء اليمن عظيمات، وإن لم يتسنى للعالم أن يدرك ذلك. واحدة من صور الفوضى التي تحدث في العاصمة المؤقتة، عنوان حولها موقع عدن الغد: مواطن يوقف عمل مشروع تشطيب مقر وزارة التربية بمدينة الشعب. وقال الموقع إن أحد المواطنين أقدم على إيقاف العمل في مشروع تشطيب مبنى مقر وزارة التربية والتعليم الكائن بمدينة الشعب في مديرية البريقة بحجة أن المبنى يطل على منزله. وفي مذكرة وجهها وزير التربية والتعليم إلى مدير عام مديرية البريقة وأوردها عدن الغد، قال فيها الوزير إن المشروع قد واجه عدة مشاكل منذ بدء العمل فيه من قبل مجموعة من المواطنين الذين استولوا على مباني قديمة في حرم الوزارة، وتم إيقاف المقاول عن العمل في المشروع بالقوة من قبل الأهالي. وطالب وزير التربية بتمكين المقاول من استئناف العمل في المبنى بأسرع وقت ممكن وضمان عدم إيقاف العمل مرة أخرى، وأنه لا يحق لأي شخص البسط أو التملك لأي مساحة كانت من حرم مبنى حكومي.
قال مراسل المصدر أونلاين في الحديدة إن مسلحي جماعة الحوثيين في المدينة الساحلية طردوا يوم الأحد 4 أطفال من دار الأيتام، سبق وأن وقفوا ضد فساد مدير الدار المدعو أبو هاشم. وأضاف المراسل أن مذكرة صدرت من مدير الشؤون الاجتماعية في المدينة توجه بطرد الأطفال الأربعة من الدار بحجة أنهم بلغوا السن القانونية وأنه لا يحق لهم البقاء في الدار، متابعا: الحقيقة أن هؤلاء هم من وقف ضد فساد أبو هاشم في المرة السابقة وقام بحبسهم وأراد أن ينتقم منهم بطردهم وبمساعدة مدير الشؤون الاجتماعية. إذن قبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بات لليمن وجنوب السودان قواسم مشتركة بحسب صحيفة العربي الجديد، إنهما يشكلان اليوم النموذج الأكثر وضوحا لكيف تصنع الحروب أزمات إنسانية قاتلة. ثلاثية الموت تحضر في البلدين بكافة تفاصيلها، والأخطر يتمثل في مجاعة باتت تهدد من نجا من الحرب والقذائف بالموت جوعا. شهادات العاملين في المجال الإغاثي مرعبة، يتحدثون عن أطفال ماتوا لأنهم لم يجدوا من يوصل إليهم فتات الطعام. ففي اليمن انعدام الأمن الغذائي الحاد بات يهدد أكثر من 17 مليون شخص، أي أن أكثر من ثلثي سكان البلاد يواجهون خطر الموت ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل معيشتهم. تضيف الصحيفة 20 محافظة من أصل 22 في اليمن باتت مصنفة في مرحلة الطوارئ أو الأزمة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، ما يضعها على بعد خطوات ضئيلة من المجاعة. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت ضبط أسلحة للحوثيين في المهرة، حيث تمكن الجيش الوطني اليمني من ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في صنعاء. وأكدت مصادر عسكرية أن شحنة الأسلحة تم إيقافها في نقطة للواء 123 في منطقة حات بالمهرة، وقامت قوات الجيش بمصادرتها وفتح تحقيق لمعرفة آليات التهريب. عنونت صحيفة البيان في إحدى صفحاتها المختصة بأحداث اليمن المخلوع والحوثي نهبا أموال اليمن وتركا الشعب جائعا. وتقول الصحيفة إن ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أكدت أن الرئيس المخلوع صالح وميليشيات الحوثي الإنقلابية نهبا أموال الشعب اليمني وتركاه جائعا. وشددت الندوة على ضرورة التحرك لاستعادة أموال اليمن المنهوبة، خاصة وأن المخلوع صالح وميليشيات الحوثي يستخدمان تلك الأموال لشراء السلاح من أجل الفتك بالشعب اليمني وتدمير مدنه ومقدراته. وقالت الصحيفة استنادا إلى الندوة إن أكثر ما يعبر عن هذا الوضع في اليمن هو أن هناك أرصدة مكدسة لعصابة صالح والحوثي مقابل شعب جائع. وقالت إن جوهر القضية في اليمن هو أن الفساد السياسي كان على مدى عقود وكان يتم برعاية رأس النظام الذي كان عمليا هو رأس حربة الفساد. وأوضحت أن الأخطر وهو ما أثبتته منظمات المجتمع اليمني هو أن المخلوع استخدم هذه الأرصدة لتعطيل العملية السياسية، واليوم يستخدمها في انتهاك حقوق الإنسان. مناجم مجهولة، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في أجزاء من المقال: ذات يوم قال كاتب بريطاني إنه يحسد المثقف العربي لأنه يجلس على فوهة منجم من القضايا ويعيش واقعا ساخنا ومتحولا يعج بالمادة الخام الصالحة للاستثمار في مجمل أشكال التعبير. وهناك أيضا شاعر إيطالي كان يجلس ذات صباح في مقهى بروما ويصغي إلى حوار بين عدد من الشبان العرب كانوا يجلسون إلى مائدة مجاورة، وما قاله هذا الشاعر أنه يحسد العربية على لغته رغم أنه لا يفهم كلمة واحدة منها، لكن ما جذبه كما قال هو إيقاعاتها. فهل يدرك العربي ذلك أم أنه لفرط التعود والألفة على موروثه الجمالي وواقعه المفعم بالعنفوان لم يعد يرى ما يراه الغرباء؟
تماما، كما أن من يقترب من اللوحة بحيث يتفلطح أنفه عليها لا يرى غير بقعة داكنة منها. والتحدي الآن أمام المثقف العربي ليس في أن يختار ما يقول، بل في المجازفة بالصمت. وإذا كان سارتر ذات يوم تمنى لو أنه يستطيع الكتابة بأصابعه العشرة كي يلاحق إيقاع تفكيره المتسارع، فإن المثقف العربي يحتاج إلى الكتابة بأصابعه العشرين كي يستطيع اللحاق بالأحداث ولا يفوته الكثير منها. ومساحة المسكوت عنه في واقعنا تتسع يوميا، لأن هناك من يؤثرون السلامة ولا يغامرون في السير في طرقات وعرة وغير معبدة ومطروقة ومملوءة بما كان يسميه أسلافنا من أهل البلاغة وقع الحافر على الحافر. نيوزيلندا تطرد دبلوماسيا أمريكيا في إطار تحقيق للشرطة حول جريمة، عنوان لصحيفة القدس العربي، حيث أعلن مسؤولون أن السلطات النيوزيلندية قامت بطرد دبلوماسي أمريكي بعدما رفضت الولايات المتحدة رفع حصانته للسماح للشرطة باستجوابه في إطار جريمة خطيرة. ولم تكشف السلطات تفاصيل الجريمة، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن الدبلوماسي غادر البلاد وهو يعاني من كسر في الأنف وتورم في إحدى عينيه. وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث في لوير هات على مشارف العاصمة ويلينغتون تورط فيه شخص من سفارة الولايات المتحدة. تتابع الصحيفة في التفاصيل، عند وصول الشرطة كان الشخص المعني قد غادر المكان ولم يتم توقيف أحد، واصطدمت كل محاولات التحقيق التالية بعقبة الحصانة الدبلوماسية. وعليه طلبت وزارة الخارجية النيوزيلندية من واشنطن رفع الحصانة، لكنها رفضت، ما أدى إلى اتخاذ القرار بطرد الدبلوماسي. قالت شبكة البي بي سي في أكثر أخبارها قراءة، كندية تفوز بجائزة أفضل معلمة في العالم وقيمتها $1,000,000. وتحدثت المعلمة ماجي ماكدونيل التي تدرس في مدرسة تقع بقرية نائية خلال حفل تسليم الجائزة حول مشكلات انتحار الصغار في منطقة تقطنها قبائل إنيويت. وعملت ماكدونيل على تحسين الصحة وفرص الحياة بين الصغار في منطقة إنيويت المنعزلة التي تواجه حرمانا. كما تحدثت عن شعور المعلم بعد انتحار أحد طلابه، وقالت خلال حفل استلام الجائزة، بوصفي معلمة، عندما كنت أحضر إلى المدرسة صباحا بعد الحادث وأجد مقعد الطالب خاليا في الفصل، كانت تنتابني حالة من الصمت والجمود. وأعلن منتدى التعليم والمهارات في دبي عن الجائزة التي تصل قيمتها إلى $1,000,000، وتهدف الجائزة إلى رفع مكانة التعليم من خلال تنظيم احتفالية لها طابع احتفالات الأعمال بحضور أسماء بارزة للمشاركة. وقال رائد الفضاء توماس بيسكويت متحدثا من على متن محطة الفضاء الدولية، أود أن أكون أول شخص في التاريخ يشكر جميع المعلمين من الفضاء. حلم الشعوب بالتغيير، تحت هذا العنوان كتب السوداني الشفيع خضر السعيد وقال في أجزاء من المقال، لمنطقتنا العربية نصيب وافر من ظاهرة النزاعات العرقية والطائفية الدموية، وهي ظاهرة سائدة عالميا وأدت إلى موت ملايين البشر واندثار دول ونشوء أخرى جديدة، كما تجلت فيها ظاهرة تراجع الأحزاب والتنظيمات السياسية في بلداننا إلى تنظيمات مرتبطة بهذا القدر أو ذاك بالإثنية والدفاع عن المجموعات العرقية. هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة متأنية دون اختزال المسألة كلها في إطار التحليل الطبقي ودون إهماله في نفس الوقت. صحيح أن الإثنية تعكس حالة الاضطهاد القومي، في حين تعبر الطبقية عن الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي لهذه المجموعات، لكن تظل العلاقة بين الاثنين هي علاقة ارتباط جدلي. نقول ذلك دون أن نغفل أنه في كثير من الحالات، وتحديداً في بلدان التوتر العرقي وفي سياق تاريخي محدد، يحتل العامل الاثني بالنسبة للقوميات المقهورة والمضطهدة موقع الأولوية بالنسبة لسياسات التعبئة والتحالفات. عالمياً طرحت المستجدات والتطورات الجديدة والمعاصرة قضايا جديدة واسعة ومتشعبة، تشمل الموقف ضد الحرب من أجل السلام العالمي، الحركة المناهضة للعولمة الرأسمالية وضد السيطرة المتحكمة للاحتكارات المتعددة الجنسيات، النضال ضد أسلحة الدمار الشامل من أجل لجم المجمعات الصناعية العسكرية، مقاومة سياسات الشعبوية اليمينية الصاعدة وتوجهاتها الفاشية،
اتساع نشاط المنظمات غير الحكومية وتعاظم دورها داخل المجتمع الرأسمالي في مناطق العالم الأخرى، حركة الحفاظ على البيئة، الحركة العالمية من أجل حقوق الإنسان، الحركات والمدارس العديدة المرتبطة بقضايا المرأة والنوع أي الجندر والشباب. سنستعرض لكم بعضاً من اختيارات شبكة بي بي سي لأفضل الصور الإخبارية التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع الماضي، نتابع. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.